كده مع بعض يا بنات هنعمل وصفة رائعة جدا 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 لتطويل الشعر وانبات الشعر وملء الفراغات وانبات الفراغات ومنع تساقط الشعر نهائيا. لو عايز تعرفي الوصفة دي هنعملها ازاي، وصفة سهلة جدا وبسيطة. ما تنسوش الاشتراك في قناتي واللايك وتابع الفيديو للآخر. اول مكون هنحتاجه في وصفة النهاردة وهو مكون رائع جدا وهو الكركديه او العناب. الكركديه من المكونات الحلوة جدا اللي انا بحبها جدا وبحب استخدمها لشعري لاسباب كتيرة، ان هي بتساعد جدا على التطويل وبتمنع تماما تساقط الشعر، وكمان بتساعد جدا على ملء الفراغات وطلوع البيبي هير اللي في مقدمة الراس، فهي مليانة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات اللي بتساعد وبتغذي فروة الراس على ان هي تحفز البصيلات، سواء البصيلات الموجودة او البصيلات اللي مش موجودة انها تطلع، فبالتالي بتزود الشعر بتزود فرو الشعر في فروة الراس، فبالتالي بيبقى الشعر بيبان انه كثيف واتقل وبيقوي الشعرية نفسها، ما بتكونش خفيفة وسهلة السقوط او سهلة القطع، فبتقلل طبعا التقصف والهيشان والنفشة اللي بتبقى موجودة في الراس. فانا بحب جدا جدا الكركديه وبحس ان هو من الحاجات اللي مش واخدة حقها في وصفات الطبيعية للشعر، فده اول مكون معانا في وصفة النهاردة. تاني مكون معانا وهو الروزماري او اكليل الجبل، ده برضو من الحاجات الرائعة جدا في تطويل الشعر، بينظف فروة الراس جدا، فبالتالي بيمنع القشرة وبيمنع الدهون والحبوب اللي بتطلع في الفروة، وكمان بيعتبر مغذي حلو جدا للشعر، فبرضو بيقوي البصيلة وبيساعد في منع التساقط وبيقلل الشيب اللي في الشعر وبيطول الشعر جدا ويملأ الفراغات اللي في الراس وبيطلع البيبي هير في مقدمة الراس وبيكثف الشعر جدا، وبرضو بيدي لمعة حلوة جدا للشعر وبيقلل النفشة او الهيشان والتقصف اللي في فروة الراس وفي الشعر عامة، فده تاني مكون معانا. وكمان ممكن نستخدم القرنفل ونستخدم حبة البركة، برضو من الحاجات الحلوة جدا. حبة البركة بتقلل جدا من الشيب اللي بيطلع في الشعر، فمليانة مكونات رائعة جدا ومليانة فيتامينات ومعادن حلوة جدا لتطويل الشعر. ويلا بينا نشوف ازاي هنعمل المكونات دي، ازاي هنعملها ونحطها على شعرنا. هنبدأ نحط الكركديه في اي صينية عندنا او حلة، وبعد كده ننزل عليها بالروز ماري. تمام، ممكن زي ما انا قلت ممكن نحط قرنفل او حبة البركة، برضو من الحاجات الحلوة جدا للشعر. وفي طريقتين ممكن نطلع، هنحط عليها كوباية من المية ونطلعها نغليها على نار هادية لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، وممكن مية مغلية ونحطها على طول من غير ما نغليها على النار، نحط كده على طول ونغطي عليها بأي حاجة وبنسيبها كده تختمر او تتنقع في المية بتاعتها من ساعة لساعتين، وبعد كده بنطلع نصفيها ونستخدمها على شعرنا. وبعد كده بعد شوية بنبدأ نطلعها كده ولونها، بصوا بدأ يتغير بقى لون احمر كده عشان الكركديه. تمام، وبعد كده بنجيب اي طبق عندنا وبنبدأ نصفي المية بتاعته، نبدأ نصفي المية زي ما انتوا شايفين كده بيبقى لونها احمر، بس ما تخافوش اللون ده مش هيغير من شعركم ولا الفروة، عادي جدا بيبقى يعني هو لون كده بس هو مش بيثبت على الشعر. وبنسيبها طبعا تبرد شوية. وفي طريقتين للاستعمال، الوصفة دي بنستعملها مرتين في الاسبوع على شعرنا، بنبدأ نحطها في اي سبراي عندنا وبنرشه على فروة الراس فقط، وبنسيبه ساعتين ثلاثة، وبعد كده بنغسله. وفي طريقة تانية وهي ان احنا بنغسل شعرنا عادي بشامبو والبلسم بتاعنا، وفي اخر خطوة بعد ما بنغسل شعرنا نبدأ نغرق شعرنا بالوصفة دي في الحوض عندنا، ونسيبها برضو ساعتين ثلاثة، وبعد كده نرجع نشطفها بالمية فقط من غير شامبو ولا بلسم. ففي الطريقتين دول، شوفي انتي الطريقة اللي تناسبك وتريحك. وفي ناس برضو بيستخدموا بيرشوا الوصفة دي يوميا على فروة راسهم، ففي ثلاث طرق معاكي، ان انتي تسيبيها على فروة راسك بدون غسيل، او ان انتي تغسليها بعد ساعتين ثلاثة، فانتي ليكي الحرية في الوصفة. لو انتي حبيتي ريحتها وحبيتي ان هي تفضل على شعرك مش مضايقاكي فخلاص ما تغسليهاش، لو حسيتي ان هي مضايقاكي يبقى خلاص اغسليها. بس كده هي دي وصفة النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وبحبكم جداً.